جالسين هنا ياك الدراري كاملين نطلب منكم ديروا واحد الحاجه نطلب الاطعام تاع ماشي الكبديه الصحافة المؤازرة لنا أكون دائما حاضرين معنا في كل المناسبات وفي كل المواقف وهذا شيء يحسب لكم السي بدر والسي يوسف بارك الله فيكم. اليوم احنا في واحد المناسبة ديال استقبال واحد الجمعية ديال الروتاري من الشركاء ديالنا الداعمين للجمعية الخيرية الإسلامية التي تسير دار الأطفال تمارا. أولا احنا جيت بدل المناسبة شرط جيت مع الدخول المدرسي والمناسبة جات مع الدخول المدرسي مهم من أجل تنوير الرأي العام. الحمد لله الدخول كان سلسا كالعادة وهذا من بعد الله سبحانه وتعالى. مفروض أن نشكر الأطر الجمعية الخيرية الإسلامية الذين يسيرون دار الأطفال وعلى رأسهم سيد المدير والإخوان والأخوات اللي معه. أنا كرئيس مفروض لي أنني أشكرهم وأشد على أيديهم. هذه السنة وصلنا للطاقة الاستيعابية هي 96 طفل لأنكم خصكم تعرفوا أن السنوات السابقة كان عندنا من كوفيد وإحنا كنحاولوا أننا نوصلوا لهذا الرقم لأن كتعرفوا شو وقع في تمارا وكاين واحد المجموعة ديال التحولات اللي أثرت شوية. الحمد لله هذه السنة وصلنا 96 طفل. الدخول كان موفق. بالنسبة للسنة الماضية نسبة النجاح كانت نسبة عالية كتوصل 98%. يعني الأرقام اللي عندي هو أن الرسوب كانوا ثلاثة ديال الأطفال ثلاثة ديال المستويات هذو الثلاثة اللي رسبوا من أصل كانوا عندنا 76 من أصل 76 ثلاثة اللي رسبوا. الحمد لله احنا غاديين في واحد الاتجاه ديال من حسن إلى أحسن. المناسبة ديال اليوم هي زيارة ونشاط ديال واحد المجموعة ديال الشباب اللي هما تينتميو لواحد الجمعية اللي هي الروتاري. القبول ديال الأطفال هذا النوع من العلاقات حنا كيشجعنا لأن الغرض ديالنا هو أن المؤسسة والجمعية الخيرية الإسلامية المسيرة لهذه المؤسسة تسعى دائما إلى الانفتاح على المجتمع المدني وعلى المغاربة بشكل عام. لأن كما أقول دائما نحن مجرد اعتبرنا قيمين على تدبير هذه المؤسسة. هذو أطفال أولاد المغاربة احنا الدور ديالنا هو أننا نرعاهم نيابة عن المغاربة. وملي كيجيو المغاربة سواء كجمعيات أو كمؤسسات أو كأشخاص فنحن نكون سعداء لأنهم بهذا الحضور ديالهم كيدعمونا في أننا نبقاو ثابتين على هاد اللي كنعتبروه حنا كنعتبروه ثغر من الثغور. لان باش تكون واحد الفئه ديال الاطفال كتعرفوا الوضع اللي كيجيو منه هاد الاطفال والحمد لله نسعى الى ان نصنع منهم شباب ورجال في المستقبل يفيدوا هاد البلاد اللي كتسالنا بزاف. مره اخرى اشكركم على زيارتكم كالعاده تواكبوننا وهذا شيء يسعدنا ويثلج صدورنا اننا لسنا وحدنا في هذا الميدان. ميدان اللي كيبغي الصبر وكيبغي كيبغي المثابره. واغتنم دائما المناسبه والمناسبه شرط ان اشكر كل الذين يدعمون هذه المؤسسه وعلى راسهم جلاله الملك الذي لا نسميه دائما ولكنه هو الراعي لانه يتعامل مع هؤلاء الاطفال كما اقول دائما تعامل الاب مع ابنائه. ثم الشركاء ديالنا اللي هما الوزاره الوصيه التعاون الوطني الجماعات المحليه السلطه المحليه رجال السلطه رجال التعليم الامن الوطني الوقايه المدنيه المجتمع المدني الكل يساهم معنا في تدبير هذه المؤسسه.
أشكرهم جميعا وأشكركم على حضوركم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلمان وعدود رئيس روتاراك رياض النخيل لسنة 2024-2025. هذا سيتان كلوب ولا نادي اللي تأسس هذه 5 سنوات، وهاد المرحلة اللي كندوزو منها دابا مرحلة جد شيقة، حيت مرحلة اللي كتخص لا فوكاليزاسيون ولا لا كونسونطراسيون على العمل لوكال. دونك كنهضروا على الضباط، كنهضروا على تمارة، والحمد لله لاكسون اللي كانت عندنا اليوم كتشمل دي فورنيتور سكولير بالنسبه لدار الاطفال اللي كاينه في الفيو ماروكان، اللي كاينه في الجزيئه ديال الفيو ماروكان ولا الجرادي كما نسميوها حنايا ولا تمارة. دونك الحمد لله كان استقبال اكثر من رائع، كان عمل شيق جدا مع هذا الطاقم ديال الناس اللي كتحس بهم انهم هازين الهم حقيقه للدراري اللي كاينين هنا، بطريقه باش كيتعاملوا معاهم، بطريقه انه ولينا كنسولوا بعض المرات واش كاينين شي ناس اللي كيجيوكم من العائله، حيت كنشوفوا انه كاين تشبث لا من ناحيه ديال الدراري بالاطر ولا من ناحيه ديال الاطر بالدراري. خلاص الحمد لله من ناحيه ديال لاورغانيزاسيون امبيكاب، ريان ا ريبروشي، تبارك الله على السي مصطفى عتاب اللي كنعتبروه واحد من قيدوم ديال العمل الجمعوي في مدينه تمارة، ومن الناس اللي حبوا لنا حنايا كشباب العمل مع 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 الشريحه ديال الاطفال. الحمد لله كل شيء داز على ما يرام، الامور كانت دازت في جو يسوده الهدوء يسوده النظام الحمد لله. الدراري تا هما كانوا جد متعاونين، الحمد لله توفقنا انه نوفروا 96 طالب الادوات المدرسيه اللي غتشمل السنه الدراسيه كامله الحمد لله، وتندعيو لهم ان شاء الله بالتفوق ومزيد من النجاح.